بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة لتصل إلى كل المدعوين للاشتراك في دليل ومجلة Green and Gold Gag Magazine. هناك في هذه المجلة دليل خدمات ضبط زيارة بيتية طبية، وفي هذا الدليل والمجلة بإذن الله ستصدر المجلة في أول أو الربع الأول من عام 22. سندعو طبعا من مصر الأطباء، نسجلهم في المجلة. سيتم تسجيل 500 طبيب لكي ترصد المجلة لقاءات معهم، وكل طبيب له فرصة أن يستعرض 10 حالات أو 10 حالات فعلية لها قصص مع المستفيدين من الخدمة، الخدمة الطبية. طبعا 10 حالات مارسها الطبيب، فهنا فرصة لعرض هذه القصص مع الحوار. سيتم التعريف بالأطباء، وأيضا الحالات هذه سيتم متابعتها. طبعا يفضل أن تكون الحالات أصحابها موجودون، أي على قيد الحياة، والحالات صفتها من تم متابعتهم في عيادة الطبيب. يعني الطبيب يعطينا قصص، مثال حالة مثلا لطبيب العيون مرت عليه ويحب انه يعرضها، او طبيب العقم يحب انه يعرضها، سواء متلقي الخدمة رجل او امرأة، او حتى القلب طبيب قلب. فالحالات التي لها قصة، يعني بمعنى تم معالجتها، وقد تكون الحالة لها تاريخ، يعني لم يتابع المريض أو المتلقي الخدمة مع الطبيب، يعني أتى وأجريت عملية. طبعا الحالات مربوطة بالعمليات، يعني ما نريد حالات اللي هي بالشفاء بالعلاج بالدواء، لا، أدت إلى عملية، يعني الطبيب نفسه تابع الحالة، والطبيب اللي هو الجي بي جنرال براكتس، أو الطبيب اللي يحول الحالة إلى جراح، يعني تكون القصص عمليات جراحة كلها. طبعا هذه الحالات تعطي إثراء. علاقتها بموضوع المجلة اللي هي لو كانت هذه الحالات تم متابعتها، يعني بمعنى ان القصة او الشخص اللي تلقى العملية، المريض اللي تحول للعملية، تمت او تم متابعته بعد العملية. وهنا الهدف، لانه كثير من الاحيان تنجح العمليات لكن بعد كده تصير مشاكل. مثلا عملية زراعة عضو من الاعضاء، كلية، او زراعة شبكية. فخلينا ناخذ على مثلا زراعة كلية المثال. فلو كان زراعة كلية العملية تنجح، لكن بعد كده هل نجحت العملية لمدى طويل، او صاحبها
ما بيعاني من الزراعة، يعني هل تلائمت مع الجسم؟ طبعا المجلة بتهدف إلى أثر غرف التنويم بعد العملية. بعض العمليات أصحابها يحتاج إلى تنويم، حتى عملية الولادة مثلا، الولادة القيصرية أو كذا. فالتنويم هنا أو غرف التنويم في المستشفيات، يعلم كل الأطباء يعني من سنتين وثلاث سنين في مشاكل، أو حتى خمس سنوات أصبحت غرف التنويم ممكن تسبب ICU room أو العناية المركزة، فيها الجو أو فيها التعقيم الهواء وفيها تجديد الهواء، يعني لا يمكن أنه يكون هواء هذه الغرفة مضر بالصحة. إنما غرف التنويم والعيادات في المستشفيات وفي المستوصفات وحتى غرف الملاحظة ما فيها تجديد هواء، وهذا طبعا يجعل مستوى ثاني أكسيد الكربون أعلى من حد الخطر اللي هو 1500. يعني لو وصل 1500 من مستوى ثاني أكسيد الكربون، 1500 جزء من المليون، يعتبر المكان كامل التلوث، يعني يصير تلوث عند المريض اللي أجرى عملية جراحية، والمريض يكون طبعا التلوث هذا سبب لمضاعفات وفشل العملية. فالمجلة بتعرض القصص، وحنتابع القصص مع الأشخاص. نجد بعض الأشخاص لم يعني بعد العملية لم يمكثوا في المستشفى طويل، فهنا نبقى نتابع. يعني مثلا ناخذ مثل لعملية زراعة كلى، في شخص بعد الزراعة خرج على طول على البيت، وفي شخص مكث في المستشفى أسبوع، فنبقى نتابع الحالات ونشوف مثلا الناس اللي خرجوا بسرعة هل العملية تعتبر ناجحة، يعني ما صار مضاعفات، وهذا المتوقع. وبالنسبة لل أو نسبة مثلا عندنا 20 حالة، في منهم 10 خرجوا بسرعة و10 جلسوا، فنشوف نسبة من 10 اللي عملياتهم نجحت 100%. طبعا المتوقع اللي خرجوا، يعني خرجوا سريعا ما جلسوا في غرف النوم، راحوا البيت. فهنا تجي خدمة البيت، يعني تلقى التنويم وأخذ العلاج وهو في غرفة التنويم، لكن في ليس في المستشفى إنما في البيت. فعندنا 10 تلقوا العلاج مدة مثلا 5 أيام في المستشفى، نشوف نسبة نجاح عملياتهم بالنسبة للعشرة اللي تلقوا العلاج في البيت. فهنا نجد النسبة تكون عالية لنجاح العمليات لله تلقوا العلاج في البيت. فالمجلة كأنها مجلة جاك، كأنها بتتابع العملية ومدى المضاعفات اللي بتحصل. إنها تفترض أشياء وما في قصص وما في عينات فعلية، وهنا نستفيد، حتى الطبيب يستفيد معلومات، لأنه كثير يعملوا زراعة كذا بعدين تصير مضاعفات وكذا. مثلا نحن بنجلس على المثل نفسه زراعة كذا، ثم المريض يتابع مع ناس تانين والطبيب كمان ما بيتابع. فهدف المجلة إنها على الأقل الطبيب يبدأ بعد اشتراك في المجلة جميع يعني اللي أجروا عمليات جراحة يتم متابعتهم أول بأول، ويكون هناك نصيحة لعدم النوم في المستشفيات. وطبعا المجلة
بتعرض الموضوع هذا، لأنه هناك أشهر الدكاترة. مثلا في برنامج أمريكي ذا دكتور أوصى، أو اللجنة، جميع الدكاترة كانوا في لقاء، فعشان الموضوع ده أوصوا إنه الإنسان ما يروح للمستشفيات إلا إذا احتاج يعمل عملية. بمعنى يعني في إنسان بيعاني من مرض مثلا الكلى، فالمفروض ما يروح المستشفى، يجي الطبيب للبيت. حتى غسيل الكلى ممكن يتأمن في المستشفى في الغرفة، لكن تكون الغرفة اللي فيها الغسيل مثل غرفة العناية المركزة. فلذلك هناك توعية للمرضى والدكاترة، يعني معروف هذا الشيء. فبرنامج ذا دكتور نصح إنه الإنسان عشان يكون في أو يحافظ على صحته، لأنه جميع الفيروسات وحتى المستجدة هي نشأت من المستشفيات، مثل فيروس الكورونا، وتنشأ وتكثر في الأجواء اللي يعتبر الأماكن العامة، مثل غرف التنويم في المستشفيات والعيادات والمستوصفات، وأيضا الفصول الدراسية والجامعات والأماكن العامة. لأن الفيروسات طبعا في أنظمة التكييف بتبقى والفنادق كذلك بتبقى موجودة وتعدي المريض. يعني حتى موضوع الحجر في الكورونا في الفنادق والغرف في الفنادق تعتبر ناقلة للعدوى، لأنه لو تم حجر واحد وبعدين جاء واحد تستطيع تنظيف نظام التكييف، لأن الجراثيم تبقى وفي تدوير للهواء. فالحل الوحيد إنه تكون الأجواء زي غرف العمليات وغرف الآي سي روم اللي هي آمنة. إيش السبب إنها آمنة؟ إنه مستوى ثاني أكسيد الكربون أقل أو مثل المواصفات المطلوبة، اللي هو ما يتعدى 700 جزء من المليون. يعني طبعا كيف نوصل لهذه المرحلة؟ عن طريق تجديد الهواء، يعني كمية الهواء تسمى Air Volume، طبعا معروفة في كل غرفة. مثلا لو غرفة كمية الهواء فيها 2000 قدم مكعب، تحسب طبعا مساحة الغرفة ضرب الارتفاع، فيكون تغيير الهواء فيها 10 مرات في الساعة. يعني الألفين دي نغيرها 10 مرات في الساعة، كل 10 دقائق أو كل 6 دقائق يتغير الهواء كامل. تغيير الهواء إنه تجديده، إنه يأتي هواء بديل، لأن الغرف بدون تجديد الهواء المكيفة بيدور الهواء، يعني بينسحب من الغرفة ويرجع للغرفة، ما في تجديد هواء. فيجب أن نطرد الألفين خلال 6 دقائق. طبعا نحسبها معناته عندنا 400 كل دقيقة، يعني عندنا نظام يدخل هواء خارجي 400 تسمى في الدقيقة، لأنه قسمنا الألفين على أو على 6 دقائق حتى نحصل على 6، ففي 400 من 300 إلى 400. 400 سيفي مادي تقريبا مكيف 1 طن، يعني نخلي واحد من المكيفات ما يدور الهواء، يعني يأتي بهواء من الخارج 400 سيفم. يعني لو تخيلنا مكيف شباك، فيأخذ الهواء من الخارج مو من الداخل. فكل المواضيع هذه معروفة يعني، لكن من اللي يستطيع انه يحدد؟ طبعا في أجهزة في المبنى كله تقاس مستوى ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للتكييف المركزي. بالنسبة للغرفة يقاس في الغرفة، أو نعرف في 100 غرفة للمريض أو للمرضى تنويم، فكلها موبوءة. وفي مثلا
20 عيادة كلها موضوع. وحتى كمان الممرات والمساحات المفتوحة في المستشفى كلها موضوع. ما بتجدد الهواء، وهذا حتى في الفنادق والمطاعم وكل مكان. عشان كده زمن الكورونا اللوك داون أصبح الناس مهددة حياتهم، وممكن ينتشر الفيروس ينتشر المرض. وطبعا نحن لازم يعني الهدف من المجلة ان نحن نمشي مع الزمن اللي هو زمن الوباء وزمن الكورونا، وهو في ثقافة للناس. يعني الأطباء يمكن عارفين، وكذلك في مشكلة اللي هي كل من يعمل في الصحة حياته معرضة للخطر، لأنه هو الطبيب جالس في العيادة وبيجوا له ناس. طبعا اتبع العيادة حتى اللي بينظف العيادة يمكن هو في خطر أكثر، وهو إنسان. يعني مثلا بعض الدول زي السعودية أو الخليج تحصل اللي ينظفوا ما هم من أهل البلد. فهنا مسألة قانونية، طبعا لو أصيب هذا إصابة على رأس العام، فما بيتم أي تأمين له. يعني أحيانا نرجع لبلده، أو يعني يكون صعب عليه أنه يتعالج ويعيد صحته من جديد، يصير عنده تلف. طبعا الدليل في المجلة حيكون للأطباء المشاركين في هذه الحالات اللي قلنا حنشوفها أمامنا. 550 طبيب، حيكون عندنا 5500 حالة، يعني لكل 10 أطباء 550. يعني طبعا الدراسة هذه أو المجلة والدليل يعني نهدف إلى اشتراك مثلا 50 طبيب في عندنا 10 حالات، يعني 500 حالة، 100 طبيب يعني 1000 حالة. الحالات هذه نقص المناعة والعدوى وكذا يعني ممكن تأثر حتى على المريض على أسرته. يعني لو اكتسب هو أي مرض اللي هي من أمراض الهواء مثل الكورونا أو التنفس ممكن يعدي في البيت. فأرجو أنه في هذه الرسالة، أنا طبعا هستمر في الرسالة وحتكون على اليوتيوب وحتكون على للتوعية. طبعا نجي للمجلة تمويلها. مثلا الطبيب يعني قد تكون المجلة ب50 جنيه، فيستطيع الطبيب ياخذ 10، يعني يسجل 500 مسبقا، فهنا يجي الدخل والدعم المستمر. 10 نسخ على أساس للتوعية، يعني تكون موجودة في العيادة، يستطيع المرضى يفهم. طبعا المرضى برضو اللي نتابع حالاتهم والدراسة اللي حتتم أيضا توعية. وحتى المرضى يعني لما تكون الدراسة موجودة يحتاج أنه يعتبر يدرس الحالة هذه، لأن تجربة مرت عليه بنفسه. أكتفي بهذا القدر وشكرا.